اختطاف الرضيع يعني يوسف أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع زيادة يطرح العديد من التساؤلات، من يتحمل المسؤولية الكبرى في اختطاف الرضع اليوم؟ برشا حالات اختطاف اليوم من داخل المستشفيات، اليوم يوسف عمره أقل من 24 ساعة تقريبا يتم اختطافه، كيفاش تفسر؟ المسؤولية عند الدولة، عند السبيطار، المستشفى، يعني رضع يخلوهم غادي، يعني انه شكون مسؤول على الرضع؟ رضيع هذاك شكون مسؤول عليه؟ للسبيطار شنو يدخل يدخل عباد تخطف، ثم عصابات، سامحني بالكلمه، عصابات تخطف الرضع يبيعوا فيه. بينما انت كمستشفى يزك مسؤوليه عنده هو، عندهم هما، ها؟ عند شكون مسؤولين؟ تدخل عباد، شكون اللي دخل؟ شكون اللي دخل هذاك؟ بنصيفه يدخل. وصلنا حد البلاد فوضى بلاد، مستشفى عنده حرمة يا رسول الله. بيان سور السبيطار هو اللي يتحمل مسؤولية، فهمت؟ خاطر الأم مسكينة ما عندها حتى ذنب، وأون بليس هما قالوا لها باش تطلع تقيس الدم، معناتها هما اللي يتحملوا المسؤولية. هي غوزمون معناتها أنا سمعت اللي رجع الطفل هكا ولا الحمد لله، باقي معناتها أنا واحدة من الناس وكان جيت في بلاصتها نعرفش شنو يصير فيا. مسكينة عندها قداش يتسنى فيه البيبي وفرحانة بيه، وفي الآخر معناها تقوم تلقى الفرش فيرة، الحمد لله. وكا الحكاية هذيا تعودنا عليها وصارت قبل ديجا برشا مرات، وكي نرجعوا لشكون اللي يتحمل المسؤولية، وزير الصحة اللي بصراحة معناها فما برشا تهميش في السبيطارات وبرشا طب، معناها تقول عاملين مزيه يخدموا، تقولش عليهم عاملين مزيه، فهمتني؟ وبرشا حاجات قاعده تصير في السبيطارات، ومازال بصراحه نقولها ومازال تصير برشا حاجات، فهمتني؟ ولازم ندرسوا في الموضوع هذا، خاطر اذا كان كل مره هكا معناها اختطاف رضيع، وكما يوسف هذا معناها اللي عمره اقل من 24 ساعه، بالحق معناها شيء يخوف، وهذا معناها يدل على انه معناها السبيطارات مسيبه، الناس ما على بالها ببعضها، فهمتني؟ كما قلت لك الحكايه ترجع لوزير الصحه باش يدرس في الموضوع ويعمل معناها حظر التجول على السبيطارات الكل، مستشفيات تونس الكل، فهمتني؟ ويدق في الموضوع معناها يعمل اجتماع ولا ما نعرفش شنو باش يعمل بالضبط، فهمتني؟ ويشوف الموضوع هذا، وبالحق على خاطر الحكايه هذه زعما تنحى معناها من تونس جمله، فهمتني؟ ويشوفوا معناها السبيطارات يشوفوا لهم حل ويلقاو معناها الحاجه الحل هذا، فهمتني؟ وان شاء الله معناها ما عادش تعاود الحكايه هذه وما عادش تتكرر. اذا كان واحد باش نقول باش يمشي بمراه باش تولد باش يزال السبيطار، هذا يا امر ما. اذا كان السبيطار غير امن، انا هو المكان باش يكون امن ساعات باش نبداو المنطقه هذايا. ثاني باب التظاهر هذه راهي متفشيه من تاريخ قديم، راهي من تاريخ من حتى من الاستقلال توا، لكن اختلفت الاسباب واختلفت الظروف. هنا تدخل فما الناس اللي تحب تربي وما يتلزوا بشختفوا معناها واحد، وفما ناس اللي ما تخدم على البيعان الصغار هذوما البيوع، وفما اللي ناس اللي باش يستقطبوهم للتسول وغيره وكذا. الظاهرة هذه إذا كان ثم ضرب، إذا كان ثم قوانين اللي تردع معناها كبيرة باش يضربوا بضربة واحدة معناها باش يسافيو الموضوع، ما كانش مش باش يسفى. ويلزم السبيطارات فهمت ولا سيرتو الأماكن هذه نتاع الولادة يلزمها تتأمن أكثر من اللازم. عائلات اليوم تخاف وقت تمشي للسبيطار ولا شنو؟ طبعا بالطبيعه، اذا هذا الحديث المداول عند الناس يقول لك انا اذا كان في السبيطار مانيش مامن وين باش نمشي؟ والسبيطار ادخل واخرج كيما تحب، ادخل بيت الرضع، ادخل بيت القلب، بيت الرواري، وين تحب تحوس، وين تحب انت، السبيطار غير مامن، مش مامن، والسبيطارات الكل مش مامنه، وحتى فهمت ولا الناس اللي تخدم في السبيطار ما عندهم حتى ربع فكره على شكون تخلي وشكون خرج. هذا هو هذا الخلاف اللي موجود. هي الامر هذا يرجع لحاجتين حسب رأيي، اولا الى الوعي نتاع المواطن، وثاني حاجه التقصير نتاع المؤسسه الصحيه، معناها هي من جانب ثاني. كيفاش الوعي نتاع المواطن؟ هو الانسان معناها ماش عنده الوازع الديني وماش عنده الوعي الاجتماعي، الرحمه لا. وبالنسبه للتقصير نتاع المؤسسه اللي هو معناها مكلفين الناس ما همش متخصصين معناها باش يحموا العائلات ولا باش يحموا المرضى وكل شيء. في الحاله هذه ليش باش نقول لك الباري ان شاء الله الناس تتوعى وتفهم قيمه ايش معناها انسان يخطفوا له ولده ويخطفوا له بنته واحده وكل شيء. هذا هو. يعني الوقت اللي يتم يعني سرقه رضيع من داخل المستشفى، يعني وين مقر ولادته؟ وين القابله؟ وين الفرملي؟ وين الحارس؟ يعني كيفاش تشوف؟ ما انا حكيت لك هو الانسان ما عادش النقص، الاهميه بالانسان هي اللي نقصت.
إذا كان الإنسان عنده أهمية عند المؤسسة الصحية ولا عند الطبيب ولا السيرفيون جنرال ولا السيرفيون بتاع القسم ولا القابلة ولا أي إنسان معناه كذا يكون عنده إحساس معناه بال بال بالأم ولا بالوالد متاع الطفل هذا ولا وليد هذا ما يكونش يصير الشيء هذا. مسؤولية الوزارة الصحة معناه ينزم خدمة ينزم يحطوا معناه حساسة ينزم كل شامبر يحطوا عليه حساس معناه هذا هو يسر تسيب في البلاد وش تعمل الدنيا مسيبة في كل شيء. المستشفيات يعني مش في مأمن مش في مأمن حتى طرف حتى تنجم تدخل للبلوك ما غير ما يشوفك حد تنجم تدخل حتى للبلوك القاتل انعاش وما يريك حد وما يشوفك حد موجود في كل سبيطار في اي سبيطار موجودين يعني فما تسيب اليوم في المستشفيات فما تسيب على الاخر على الاخر هذه المستشفى معناتها هم اللي تحمل مسؤوليتهم يزم معناتها يكون المريض غادي مأمن سواء رضع ولا كبير ولا صغير وذي ولد ظاهرة كبيرة حتى مقبل بعضها مقبل ظاهرة كبيرة يخطف الصغار ويتجروا بهم وبركاجات وسرقة وإجرام على خاطر ما ثماش رضع ما ثماش قانون يردع معناتها إذا كان فما رضع راي تبدأ الأمور كل شيء مريقلة فهمتني يعني مسيبة كل شيء مسيب ولا كل شيء ولا مسيب ماكش حتى اي بلاصه باش تدخل ماكش مأمن معناتها حتى في حومتك حتى في الشارع في كل بلاصه معناتها رضع معناتها يتهز من السبيطار ويتاجر ويتباعوا وواحد وكله ما ثم حتى امن لا في السبيطار لا في حد شيء هنا المسؤولين هم اللي يتحملوا مسؤوليتهم وكاو هي ساعه باش نتفقوا هي مش ظاهره خاطر ظاهره راهي تتفشى بصفه مهوله هي حادثه مؤلمه ياسر اختطاف الرضع ذي واللي يحسها أكثر هو الولي اللي عرس وجاب صغار ويحس الألم أكثر حدة تبقينا هذه راي منظومة كاملة معناها باش نقضيه عليها يلزم تتضافر جهود الكل الاختطاف ذي مثلا ناخذ على سبيل المثال الحادثة الأخرانية هي اختطاف يوسف ذي إذا كان ما جاش المختطف واثق من روحه اللي هو باش ينجم ينجح فيها العملية ما كانش يقدم عليه أمور مسيبة وعلى إنسان معناها يعملوا العمليات هذية راهي مدروسة راهي جينية هذية جينية إذا كان يوصل باش ينجح الجينية متاعه يعني يكون دارسها العملية العملية ولات معروفة ياسر سبيطارات تنجم أكسيسيل باش تدخل يعني باش نقضيه على الظاهرة هذية باش متوليش ظاهرة هي ديجا إذا كان ولات ظاهرة راهي كارثة وطامة الكبرى باش نقضيه عليها يلزم تتضافر جهود الكل من وزارة الداخلية الصحة مواطنين مجتمع مدني جمعيات ومضات شهرية الكل تتضافر جهود الكل باش نقضيه على الحكاية هذه الانحرافية اللي ولات تفشيت نوعا ما ولات مقلقة لدرجة كبيرة ما ثم حتى شيء ما ثم حتى سيرفيس بي وما ثم حتى أمان ما ثم حتى شيء نجم واحد يدخل يقتل واحد في السبيطار ويخرج ما يفتهم به حد فهمت هاك ترى حتى في الشوارع في النوجات في اللحية في الواحد وكل هاك ترى معناتها الشيء عمل يكثر وكل هذا مش معقول بكل هنا راي الدولة لازم تحمل مسؤوليتها وكذا وزارة الصحة تحمل المسؤولية وزارة الصحة تحمل المسؤولية ناس توا تخدم على أرواحها نورمالمون ما عادش خدمة كما نقولوا نحن خدمة بوفوار نخدم أنا نخدم توا ناس ما على بلاش بالخدمة أعطيه بونتي يجيك التسعة يروح لك مهما ساعتين ماضي ساعة واحد كل شيء هذه هي الظاهرة تو شنو ما فماش ناس تخدم ضمير 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 هو بيه الفايدة نعالج الموضوع بعقلانية أكثر وبمستوى معين اللي معناه يخلينا نقضيه على الحالات هذه صحيح كي تمشي للمستشفى ما تحسش بخدمة في مستوى الحاله اللي انت ماشي لها سواء في الارجونس سواء في السبيطار معناها العياده الخارجيه انت تمشي تشوف تلاحظ اللي فما اكتظاظ كبير فما تاخير في تقديم الخدمه كانها ولات الامور معناها هما استانسوا بالوضعيه هذه
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله معناها فتره عابره وان شاء الله تونس تكون خير هكا خير من هكا ونحن نحبوا لها كان الخير وان شاء الله تكون في مستوى ارقى من هكا وتكون انسان مطمئنه سواء في الشارع سواء خاطر راهي تراكمت الكل على بعضها ولا ستريس والاعصاب والواحد ولات الناس الكل معناها تعاني في معاناه كبيره. الناظر هو اللي يتحمل المسؤوليه. البيت بارمونونس هو اللي يتحمل المسؤوليه. هكا هو ما عنديش حتى جواب اخر. المعني بالامر والشهاد القسم نتاع قسم التوليد هذاك المعني بالامر. برشا يقولوا اللي مستشفياتنا مش في مأمن، يعني وقت اللي نمشيو للسبيطار ما نحسوش بالامان، صحيح هذا انت تحس بالامان ولا؟ نورمال انا عادي بالنسبه لي انا انسان كبير نتحمل مسؤوليتي اما وليد صغير ما انا مسؤوليته في بوه وامه والسبيطار اللي مشى له. المسؤول نورمالمون اللي يخدم في السبيطار. المسؤولين على السبيطار وعلى الامور هذيك هما اللي نورمالمون يحيطوا بالعباد على اساس انهم باش يتلاقوا بهم مليح يعني نورمالمون فهمني. كي خليه هما فويت كيف هكاك انا اي تصير يعني اللي هذوما يصيروا لي زاكسيدون هذوما. نورمالمون مسؤولين على السبيطار هما اللي مهمتهم انهم يامنوا لهم الحمايه. اليوم خلينا نقولوا القابلة وثلاثة فرمليات والحارس موقوفين رهن التحقيق وعلى ذمة التحقيق، هو ما يتحمل المسؤولية في هذا؟ اللي يتحمل المسؤولية اللي يظهر اللي هو يعني مشارك في الهدرة هذه نورمال ما يتحمل مسؤوليته، يلزم الردع في الأمور هذه باش ما تعاودش تصير مرة أخرى الحكاية هذه.